إذا الآن نواصل نقل على المباشر الأجواء المثيرة. إذا الشاب اللي ضعيف نوعا ما يعني الحجم ديالو ضعيف هو اللي غادي يدخل في ذاك الحفرة البئر من أجل محاولة استخراج أي ريان سالما معافى للعائلة ديالو وكذلك للشعب المغربي اللي كينتظر بشوق الآن متابعي شوف تي في للشعب المغربي اللي كينتظر هذه اللحظة التاريخية. إذن آلية سكتوا الآن توقفوا غادي نبقاو مبازين على هذا الشاب اللي غادي يهبط لقاع البئر وحاول ينتشل له ريان سالما معافى إن شاء الله وتكون فرحة فرحتين. غادي يكون تواصل عبر تقنية راديو مع الشاب اللي غادي يهبط لقاع البئر. إذا الصمت الآن الكل ساكت كينتظر يا ربي فرحنا فرح الشعب المغربي. إذا متابعي شوف تي في لحظة ترقب الآن بالطريقة.
ماشي مشكل يلا هلوش خلي بقى انت Nice.